aidé de Sonia, la présidente du club des majorités. Baba. Gabriel s'improvise juste. Bob. في بالك مع تبوك انا عمرك 18 سنه تو تنجم تمشي تعيش لبرا على روحك. لا عمري 13. عمرك 13؟ اه ما تنجمش تفرج معايا مون 18 اون شان هذه. هاي قوم اقلب وجهك. بالحق بالحق باب. شرينا حوايج. علاش؟ صاحبتي كل ما تراني تراني بنفس الحوايج. صاحبتك؟ اه هذيك مشكلتك؟ كل ما تخرج مع صاحبتك ترك بنفس اللبسه؟ سهله ياسر. كل مره بدل صاحبه جديده. هكاك كل مره يراوك بلبسه جديده. اه ذكيه منك هذيك. انا متاكد دوما تولد ذكي كل خذيته من عندك مش من عند امي. لا بابا ذكي خذيته من عند امك. انا الحمد لله ذكي قاعد كامل. وش عملت بيه؟ شفت هالدار هذيا بابا؟ امك خلصتها فهمت ذكي طبعا. غمض عينيك. شكون؟ حل الباب. اه؟ حل الباب. انا باب يا معلم. باب دارك. شكون خالك داري هذيا؟ ما انا داري انا. منين نعرف عليك؟ حل انت. قلت لك يا ودي حل. حل يا ودي حل. حل انت يا ودي. ما تحلش خير لك راهو. حل الباب خير لك. باهي يا بتم حل. فرقة مكافحة الانياب. اه رشيد عمار. رشيد عمارة حماية الحماية يا سيدي. نموتو نموتو. توفى شكون شدك؟ هاك باش تتوفى اليوم. الكلب هذا متاعك؟ لا انا نتاعو. شراني البارح من منصف باي. شراك غالي ولا رخيص؟ والله ما نعرف معلم. ريتو يحكي مع الراجل اللي باعني. ما نعرفش ما نفهمش لغه العباد. تعرف اللي كلبك تسبب في سكته كلبيه لجارتك؟ يا لطيف لا عاد سامحوني. يلا غالب كلب صغير طايش اش باش نعمل له؟ الجيران الكل تتشكى من كلبك. شنو اش قال؟ الجيران الكل تتشكى من كلبك. ما نفهمش بالالماني يا معلم راهو. سمعتوا توا اش قال لك ولا؟ طاق تعريف تاعك. اه طاق تعريفه. تفضل. طاق تعريف الكلب نتاعك. لا الكلب نتاعي بطاق تعريف نتاعو كريت بها فيديو. شو تخدم انت؟ زميل. اه زميلة. مرحبا. حكمة. معلم. ما هو تعرف حياتي كل قري في جدول الضرب. تتضمر؟ ها؟ اكبس لي روحك شوية. بالله سامحني. عندي سؤال محيرني من قبيلة. تفضل اسأل. الباقة ذي كيفاش طلعتوها لفوق؟ أول مرة تدخل لي كرهبة للدار. اه باش تطلع فيها الباقة باش تعرف كيفاش طلعت لفوق. واحدة واحدة بشوية حتى احترام يا ويلي شبيك تعيط يا زيد دوبلي؟ ليه كفران؟ كفران نعطيك فلام تكمل تشعلها في الصالة. مشكلة تقوم تقرا خير. عزيزتي ربحت في البرومو سبورت. ربحت بوسبورت. هيا فيسع لما حوايجك. حوايج الصغار فيسع فيسع. حوايج الصيف ولا الشتاء يا عزيز؟ اللي يجي. المهم نرجع مع القسمة نذركم في الدار. هيا اخرج علي اخرج. هكا حسونة هكا نهونوا عليك. تيزي فضلك عليكم بربي كربحت برومو سبورت باش نرجع لكم جملة واحدة للدار. ما نبدل حياة جديدة ومرأة جديدة مزيانة ولاد صغار جدد. والله كان نربح في برومو سبورت نجيب ولاد من فرنسا. في بالك في فرنسا يدوشوا كل يوم الصغار. هذا في المرسب يدوش كل يوم. اسكت انت. شو ما تبداش تقلب في الهدره وتجي في الحكايات من حيط. تكلم وين كنت؟ كنت في القهوه. انت وشكون؟ مع اصحابي. اش تعملوا تشربوا في قهوه؟ لا كنا نطهروا عليه السيرفور. تعطلنا البنج ما حبش يخطف له. يا جناسي شباب شبيك التاوة يا اخي مشوفش البرة تليت بعض الدنيا واحد وقت علي كار يا لطيف وش صار له؟ ليه ليه لابس خذي تاكسي. يجي عندي ما نحكي معك. يجي حضرت غدوة درس متاع ابن خلدون؟ اي حضرت وشربت ماء. باهي من هو ابن خلدون؟ مقاوم. ابن خلدون مقاوم؟ يا ولدي عالم عالم كاتب مقدمة قد راسك قلب التاريخ البشرية والمسار الديمقراطي والحوار الوطني. تقولي مقاولة؟ ينافش شيء ذي ما يقعد مقاول. بجاه ربي وين قريتها مقاول؟ شكون عمال حي ابن خلدون؟ به يا عزيز هاو جاي البلتان. هاه كان ما نقدكش ونحطك عشريطة. استنى ساعة يا أخي البلتانات الكل وصل وانتي وين البلتان تاعك؟ اي جيت
يويني مديت تفول صاحبي قراي مش يفجع بي أبوه. شكور حل الباب حل أنت سالت كيف ديرك برعامين كيف ليه خذيك خذيتهم بالفيدير اللي فيه ليه كنا نطهروا لعلي السيرفر تعطلنا الساتورة بتقدر تفتح شو تخدم شو تخدم ما عنديش ما اه شنو ما شديت فيها مثلي مثلي سخفني مسكين خليه فات اوكي يلا سخفني هيك ولا يعمل لك مسكين تقول أنا تحب المهم ما نرجع ما نقومش في الدار لا استنى سامحوني حماية الحماية يا محلم هلمو 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 تعطلنا البنج ما حبش يخطف اختفلوا في البلايس كل بالله سامحني ما فهمتش كيفاش طلعت هالكهرباء معاك فوق مديت تفول صاحبي قراي مش يفجع بي أبوه أكسيون نص ساعة أكسيون